التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بالرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد في مكتبه بالوزارة بحضور حيث تم استعراض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وبحث سبل تطويرها، ومن ذلك خدمة لتسجيل طلبات توظيف الباحثين عن العمل إلكترونيا. خلال اللقاء اطلع حميدان على مراحل سير العمل عمل المشروع في تدشين نظام التسجيل الإلكتروني لخدمات التوظيف، والذي من المؤمل أن يتم إطلاقه مطلع العام المقبل 2020، وذلك بهدف زيادة كفاءة خدمة التوظيف وتخفيف أعباء العمل على الموظفين وتيسير الخدمة على المواطنين. وسوف يتيح النظام الجديد في مرحلته الأولى 7 خدمات للباحثين عن عمل إلكترونيا، وتتضمن التسجيل وتحديث البيانات وحجز وتغيير المواعيد للبرنامج التمهيدي وتحديد مواعيد مقابلة مرشدي التوظيف، فضلا عن البحث والتقديم على الوظائف الشاغرة وعرض طلبات مواعيد المقابلات الشخصية. في هذا السياق نوه حميدان إلى أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار استكمال تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة للوزارة في مجال زيادة كفاءة ونظم توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أن إطلاق النظام الإلكتروني الجديد يأتي تزامنا مع التوجه الحالي للهيئة نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي.